إلى كل من يسكن القصور، إلى كل من يمتلك بيتا له بابا وسور، إلى كل من يدعي نقصا في السعادة والسرور، إلى كل حي يقتنع أن نهاية ما سيستوطنه القبور، إلى كل قلب يبحث عن فعل الخير، يبحث عن عمل يكون له يوم القيامة نور. سأقص لكم حكاية قالها لي أبي في يوم من الأيام، وهي لأناس يسكنون الطين ويعانون قساوة السنين. قبل شوي كان المطر قوي جدا جدا ما نقدر ننزل. وهي قصة عن البيوت الفقيرة في أفريقيا وفي تنزانيا بالذات. فمن خلال زيارة تلك البيوت في وسط الأدغال والوصول إليها من خلال الطرق الوعرة والتي تستلزم الوقوف في أحيان كثيرة لإكمال الطريق سيرا على الأقدام. الآن صار لنا تقريبا ثلث إلى نص ساعة ممكن نمشي بين. فقد ذهبوا إلى بيت وكان المطر شديد، فوجدوا فيه رجلا مسنا، فسألوه عن تواجده في البيت الذي تخترقه الأمطار من كل جانب. فقال: أمتلك بيتين، فالأول لا يحميني من المطر، غرفة واحدة ندخل الآن، أما الآخر وكان يقصد البيت الذي هو فيه الآن فهو أقوى من السابق وممكن أن يحميه هو وأولاده من شدة المطر. تلك البيوت التي تعيش فيها الأسر الفقيرة، الوضع هنا صعب جدا. ووصلوا كذلك إلى بيت آخر بني من الطين بعد مشي أكثر من نصف ساعة. بيت متهالك جدا، قد تتسبب الأمطار في سقوطه. هذه زاوية البيت مفتوحة، نحاول أن ندخل البيت. وهو عبارة عن غرفتين، إحداهما قفلت بقفل حديدي. هذا البيت، شوفوا البيت، ما في أي مقومات بيت. هذا هو يحفظ البيت. هنا هذه الثلاجة، لو لمسنا هذا الطين، يعني الطين شوفوا طين مفكك. فطلبوا منه فتح الغرفة ليروا ما تخفيه من أدوات ثمينة. الآن هو سيفتح لنا الباب. دخلنا هذه الغرفة اللي كانت مقفولة، هل تتوقعون داخلها مثلا تجوري؟ فلم يجدوا شيئا يستحق أن تقفل من أجله، فسألوه لماذا قفلت الغرفة؟ أغلى ما عنده في البيت هو الحصير. فقال: قفلتها لكي لا يسرق حصيري الذي أنام عليه. تخيلوا معي أن أغلى ما يملك هذا الرجل هو الحصير الذي ينام عليه، والكثير الكثير من تلك الأسر الفقيرة. فهناك امرأة مسنة تعيش لوحدها في بيت أيضا متهالك، وقالت: أنا من بنى هذا البيت في سنوات مضت، وكان مبني أيضا من الطين والخشب. يعني حتى لا يوجد فرش في المنزل، يعني هذه الرمال هي داخل المنزل، يعني أرضية المنزل. يعني هذا المنزل تعيش فيه امرأة وصلت المئة. تلك البيوت التي تعيش فيها الأسر الفقيرة والخالية من كل مقومات البيت من حيث الأمان والمتانة، فأغلبها آيل للسقوط. حتى الباب ما أدري كيف يدخلون ويخرجون. يعني عجبا كيف تجمع الماء، حيث وضعت الأواني على حافة المنزل لتجميع مياه الأمطار، وهي المياه التي يشربونها، وهي نوعا ما أنظف وأفضل من مياه البرك والمستنقعات التي يشربون منها عندما تقل الأمطار. أعمالهم بسيطة، فالبعض يعمل على صناعة القش والحصير ليؤمن له ولأولاده لقمة العيش، والبعض ينقل المواد ليأخذ ثمنا قليلا مقابل هذا النقل، والبعض الآخر يقوم بالزراعة البسيطة ليؤمن أيضا تلك اللقمة. فقد صادفوا أثناء تفقدهم لتلك القرى رجلا مسنا بشوش الوجه ومتفائلا جدا يعمل بالزراعة، وعندما سألوه: ما هي أمنيتك وأنت تعيش هنا؟ فقال: فقط أريد فأسا بديلا عن الفأس الصغير الذي أعمل به، فهو صغير جدا ويأخذ مني وقتا طويلا. فسألوه عن قيمة الفأس الذي يريده، وكانت المفاجأة أن قيمته فقط تعادل 7 دولارات، فأعطوه المبلغ في الحال، ففرح وشكر لهم هذه المساعدة.
أيعقل أن هناك من يعجز عن تأمين مثل هذا المبلغ؟ تلك البيوت في القرى، ولكن لنرى العاصمة والتي نعتقد أنها أفضل حالا من القرى الفقيرة. عند زيارة أحد البيوت في قلب العاصمة وجدوه كومة من الحديد. ندخل بيت في قلب العاصمة، بيت كان موجود لأسرة وسقط، ويعني الجميع هنا تكاتف وبنى لها بيت من الطين والزنك وحاجات انتم شايفينها، يعني حاجات غريبة للبناء. ندخل الآن البيت. دخلوا البيت فلم يجدوا سوى كارثة. هذا البيت طبعا البيت مو باين شيء، عبارة عن سرير بسيط، هو بيت بسيط جدا، قطع من الكرتون والزنك والخشب. مستحيل هذا المنزل يعيش فيه إنسان. فوجدوا عائلة مكونة من 5 أفراد يجلسون خارج البيت، حيث أن البيت فقط للمبيت في المساء. 5 أفراد يعيشون في غرفة واحدة أو منزل مكون من غرفة واحدة. وسألوا المرأة كيف تعيش وتصرف على الأسرة. العلب البلاستيكية مصدر رزق الوحيد لدى هذه الأسرة. والمفاجأة أن المرأة صائمة ومحتسبة وهي تصوم كل 2 وخميس. زاروا أيضا رجلا ضريرا يسكن لوحده. الرجل الضرير اللي يعيش لوحده هنا، هذا بيته مثل ما احنا شايفين قديم متهالك. السلام عليكم. هذا الرجل يعيش لوحده في هذا البيت، ما مع أحد، عبارة عن غرفة واحدة في أيضا قلب المدينة. ندخل معه البيت. كأنه معلق هكذا، يعني شوفوا الأخشاب تتحرك، يعني الأخشاب تتحرك، الأخشاب متآكلة جدا. المطر يأتي هنا بالداخل. وكان يتمنى أن يعيش مع أبنائه، إلا أنه وضعهم بالقرية مع أحد أقاربهم ليتمكنوا من العيش هناك، على الأقل ليضمنوا المأكل والمشرب. البيت عبارة عن فقط سرير ومكان بسيط جدا، يعني أجار الغرفة 4 إلى 5 دنانير فقط، لا يستطيع هذا الرجل أن يدفعها. فكيف برجل يعيش لوحده وقد فرق الفقر بينه وبين أبنائه؟ بل كيف بضرير يتحمل كل هذا العبء لوحده؟ مثل ما رأينا هذه حالة من حالات كثيرة. هنا الآن ينزل المطر، هل تستطيعون حمايته من هذا البلل أو من سقوط البيت عليه؟ على الأقل من سقوط البيت عليه. يلا السلام عليكم. بيت وجدوا فيه غرفة للضيوف، فاستقر في نفوسهم أن حالهم أفضل من غيرهم، فدخلوا تلك الغرفة فوجدوها مليئة بالعناكب. حتى وإن لم يعطوهم شيئا أو يساعدوهم، تجدهم يرفعون أيديهم ويدعون لأهل الخير. تأمل حالهم، تأمل حياتهم. الوضع ما هو صحي أبدا. هذا الحائط مائل، يعني ممكن يطيح، حاطين له خشب تدعيم. شوفوا الماي، ما أدري إذا حد يقدر يشرب منه، أنا ماني قادر أحط إيدي فيه. وهذا المطبخ، هذه بيوتهم، هذه مناطقهم، هذه حياتهم. فهل نستطيع إسعادهم؟ هل نستطيع لم شملهم؟ نعم نستطيع، من خلال إعطائهم القليل مما نملك. القليل يبني بيت، والقليل يجمع الأبناء بأسرهم، والقليل يحميهم من قساوة العيش. فعلا إنها مسؤولية أنتم مساءلون عنها.